ينضم لنا سعادة النائب أسماء الرواحنة عن منطقة دبا. سعادتك مساء الخير. أنا مساء النور. كنت قد تقدمت للحكومة بسؤال حول سد الوالي، ما نعم، هو هذا السؤال وهل وصلك رد من الحكومة بخصوصه؟ السؤال يدور حول المياه التي تتدفق على سد الوالة خاصة في فصل الشتاء، وهي من محطات التنقية، هذا أول نقطة. والنقطة الأخرى من السؤال هي عدم وجود مضخات مائية بقرب الآبار تساعد على تنقية المياه وتساعد على تدفق المياه بالسيول القريبة. إجت الإجابة غير شافية وغير كافية، ولاحظنا ما حدث بسد الوالة الآن من جفاف تام، لأنه تم فتح السد قبل وقته بفترة طويلة وتسربت المياه بدون استفادة المزارعين منها، مما أدى إلى جفاف الأراضي الزراعية. والآن يعني كان في لنا لقاء مع وزير المياه وتم الاتفاق على فتح بعض الآبار، لكنها لا تسد الحاجة الأساسية للمزارعين حول السد. فسد الوالة بحاجة إلى إما إلى سد مجاور أو إلى إدارة سليمة لكمية المياه المتساقطة والاستفادة منها بشكل سليم. أتوقع العام الماضي كانت نسبة الهطول المطري أقل من المعدل المعتاد، بس بالمقابل كان قبلها كان فيه أمطار جيدة، لكن لم يتم تخزين هذه المياه والاستفادة منها بالشكل السليم. نحن نطالب الآن بعمل سدود أو الاستفادة من السدود الترابية التي بآخر وادي الوالة من مناطق معينة ممكن تساعد بتخفيف الضغط على المزارعين، والسد مفروض يتم تنظيفه كمان، لأنه احنا اقترحنا على معالي الوزير تنظيف السد، فأجاب قال إنه بناء سد جديد أخف علينا من تنظيف السد. فأتوقع إنه يعني لابد من النظر بحكمة شديدة لموضوع السدود بالمملكة بالذات، وسد الوالة لأن يخدم شريحة واسعة من المجتمع وحوله كثير من المزارعين. نعم، الحكومة كيف قدمت تفسيرا لجفاف السد؟ سيدي، الحكومة تقول بأنه السبب الموسم المطري وارتفاع درجة الحرارة المفاجئ اللي صار، لكن هذه حجة غير مقنعة، خاصة انه بظل الظروف الحالية، واحنا نعرف انه تم فتح السد قبل هيك بفترة زمنية، يعني تم فتح السد بشهر 8 وهو مفروض يفتح بشهر 9 او منتصف شهر 9، لكن تم فتحه مبكرا وراحت المية اللي فيه، ما نعرف كيف تسربت وراحت، ما استفاد منها المزارع. كان في كلام عن ثغرات في بناء تصميم السد او التعديلات عليه. يا سيدي، أنا هندسيا لا أفهم بهذا الموضوع حتى أكون أمينة بالإجابة، هو يشاع ذلك، لكني أنا كشخص لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع، لأنه لا يعني معلومات عامة، هم أكثر تخصصا ويقدر يجيب عليها المختص بهذا الموضوع. نعم، سعادة النائب أسماء الرواحنة، شكرا جزيلا لك.